انا لابسه اخر مسخره وقله ادب. لا بقى المره دي غير المره اللي فاتت خالص، انا المره دي هخليها تقفش وتلبس. من الواضح مفيش حد هنا خالص. لا الظهر كلهم خرجوا. طب لحظة واحدة حضرتك، لحظة واحدة. لا ثواني معايا حضرتك، بس ثواني. لا أكمل نايم على سريره. مع واحدة في أوضة نوم وعلى سرير. أنا فاعل خير. يلا بالشفا. جميلة؟ ليه؟ ليه جميلة؟ وسع، هي فين؟ هي مين دي؟ هو في إيه اليوم ده؟ عايزة إيه يا جميلة أنت كمان؟ أكيد مش هيروشيما. أكيد مش هيروشيما إيه بقى؟ أنا عايزة أدخل أوضتك. ليه تخشي أوضتي؟ كده. عشان إيه؟ وما تدخلش ليه؟ وتدخلي ليه؟ ومخبي إيه؟ ومش مخبي إيه؟ اعترف بدل ما أفضحك. تفضحي إيه يا جميلة؟ في إيه؟ أنا هدخل أوضتك يا أكرم. مش هتخشي أوضتي يا جميلة. طب هدخل يا أكرم. خلاص يا جميلة، تخشي أوضتي. أوكي، اتفضل قدامي. تحبي تخشي معانا أوضتي؟ أحب، محبش ليه؟ يلا بينا بقى، نخش أوضتي كلنا عشان نشوف فيها إيه يا جميلة. اتفضلي يا جميلة. قدامي. أنا قدامك يا جميلة. اتفضل. أنا هتفضل. أوكي. انت ظلمه اهي. سوري. كملوا كملوا. استني. ايه ده؟ امال مين ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه جاب البت دي هنا؟ انا مش عارفه يا جميله، ما انا لقيتها. ايه ده يا مصيبتي؟ انت قول لي جابكوا هنا. برافو برافو. انت اللي جابك هنا يا بابا. لا 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 لا، دي حركه مش متوقعه خالص. برافو. انت بتعملي ايه هنا؟ ده انت ليه بتخطي؟ ده انا هموتك النهارده. انت فهمتي غلط في سوء زفت تفاهم. سوء ايه ده؟ انت على السرير يا سكرتيره هاله، ومع مين؟ مع حماية. وعلى سرير ازاي عملتوا الحركة دي؟ بجد برافو. مش عايز تاخدي راجل الحيلة اللي فاضل لي. خلاص ده انت هتموت يا بنت. بس بس عندي البصمات. اوكي بصمات، احنا لازم نروح نبلغ بقى طنط هدى. ايوه خليكوا زي ما انتوا كده، وهنبلغ طنط هدى عندهم. يلا 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 يا جميل. يلا يلا. ما قلتليش ليه انت؟ ما قلتليش ليه؟ ايه اللي ما قلتليش ليه عشان اعمل حسابي؟ تعمل حسابك على مين؟ على مين؟ هالة جبتها منين طيب؟ وجيتوا هنا ازاي؟ ها؟ وانت هالة مش قول لي هالة. ها؟ كله مني وهو بجيبك من حتة. انت هالة. ماشي. ٨٨ ٩٩ يلا يا منير، فضل شوية على ١٠٠. خلاص فاضل واحدة بس ونكمل ١٠٠. خلاص ولا تمن واحدة. مش قادر. أنا لن أقبل يا منير أقل من ٣ مجموعات في ٥٠. مش قادر، تعبت خلاص. هو إيه اللي مش قادر ده؟ هو لعب عيال؟ بتخني يا منير؟ ما حصلش. بتعرف عليا يا منير؟ ولا هيحصل أبدا يا حبيبتي. أنت اللي أعرفك، يعرف حد تاني؟ سايب التخليل ومركز في الستات يا منير؟ ما حصلش يا حبيبتي. ده كمين. كمين؟ كمين ليه؟ واحنا واقفين في لجنة؟ يا حبيبتي معقولة أنا لما أحب أعرف واحدة هاخدها شقة الأستاذ حسين أو أنيمها في أوضة أكمل؟ مفيش راجل في الدنيا يعمل كده، لكن واحد غبي زيك يعملها. أدي الغشيم لما يجي يعرف واحدة. أنا لما خرجت امبارح من البيت قابلت الأستاذ حسين على السلم، وعرفت إنه متخانق مع رحمة مراته، فقلت أعمل بأصلي واخش عندهم الشقة أصالحهم على بعض. فبعد ما اصطلحوا قرروا إنهم يخرجوا ويسهروا بره، وقال لي أبات عندهم لما عرف إن أنا وإنت متخانقين. إنت إيه؟ بتحكي حدوتة قبل النوم؟ اختصر. طيب هقولك بس من غير ضرب،
هي جميلة مش قالت لك إن في حد اتصل وقال إن أكمل معاه واحدة في أوضة النوم؟ آه قالت لي. أهو اللي اتكلمت دي تبقى رحمة. رحمة؟ أنت تشتغلني؟ رحمة إيه 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 مصلحتها في حاجة زي دي؟ أنا هقول لك الضرب وحش عشاني وأنا لسه في مرحلة النمو. أنت اللي جاي بتضرب لنفسك من قلة أدبك. طيب أنا هقولك يا بتاع النسوان. حاضر، أوعي تقولي كده، أوعي تقولي نسوان عشان عيب. رحمة كانت عايزة تعمل مشاكل بينها وبينك علشان ما نفكرش في موضوع جواز بنتنا، وأما لقت إن مفيش فايدة فقالت تنقل المعركة في أرضك، فخلت المشاكل بينك وبيني عشان ما نفكرش في موضوع جواز جميلة. فعلا رحمة واطية وشريرة وتعملها. عرفت بقى إن أنت ظلماني. عندك حق يا منير، عندك حق. حقك عليا يا منير، ما تعيطش. دايما تظلميني وتقولي لي حقك عليا. انا اسفه يا منير، اسفه اني ظلمتك، سامحني. بس انا ما دام خلاص صالحتيني انا مش هقدر افصص التوم. ولا يهمك افصص انا. ومش هقدر اغسل المواعين. ولا يهمك ادعكها واغسلها انا. ومش هقدر كمان اخلل الخيار. ولا يهمك اخلل انا. وبعدين انا حاسس كده ان انا مستهوي وداخل على دور برد، مش هقدر انشر الغسيل. ولا يهمك انشر انا في عز البرد في عز الشتاء. ولا يهمك انت تغطى وتدفى وسيب الالم عشاني. وانا اسفه ان انا خليتك تعمل ضغط. انا هعمل ضغط مكانك. وانت عملت كم مجموعه؟ انا عملت كذا مجموعه مش فاكر. انا عايزك تعملي لي 5 مجاميع في 20. 5 في 20؟ يلا ماشي. وما تجينيش المرة الجاية بالبيجامة دي. ليه؟ مالها دي حلوة. مالها دي؟ مش دي الستارة اللي كانت في الحمام؟ لا يا حبيبي، دي البطانية. لا، البطانية عملناها خدديات. أنا فاكر كل حاجة يلا لحسن هنزل على دماغك. يلا يا حبيبي، دي مش الستارة، دي البطانية. أعد. ها. حاضر. يلا. واحد. اتنين. تلاتة. أربعة. 5. كفاية يا منير. مفيش كفاية. يلا وأنا هغنيلك. 6. أنا أحب ماما وماما تحبيني. أنا أحب القطة والقطة تحبيني. ما تبصليش لحسن. الحمد لله مفيش تخليل الجمعة دي. نعم. قلت إيه؟ أفندم سمعني كده. قلت إيه؟ يا أسمع يا ماما. ما أنا قلت من أول مرة وأنت سمعتي. لا ما سمعتش حبيبي، قولها لي كده بصوتك الجهورة. عايز إيه؟ قول. أنا عايز أخطب جميلة.